رجعنا لكم تاني حبايب الغاليين عشان نحل مع بعضينا. ركز بقى معايا شوية، دول 75 جملة. اللي هيجيب، اسمع اهو يا عم، اللي هيجيب 75 من 75 ليه هدية حلوة، حتى لو كان في أسوان، حتى لو كان في اسكندرية هبعتها له الهدية على حسابي، بس على شرط 75 من 75، بس على شرط. انا بفهم، انا هعرف، ما انا بفهمك، مش تيجي تحلهم معايا في الحصة. فانت لو مش حللهم وقف الفيديو وحل. ده مستوى عالي يا مستر. اهو مستوى عالي. هنعلي المستوى على الاخر، هنعلي المستوى على الاخر، هعلى بيك على اعلى درجة، هعمل منك حاجة غير عادية. بس انت اتعب بس معايا شوية. يلا يا غالي، هنبدأ يلا بأول جملة، واحدة واحدة وعلى مهلك خالص. I'm not a cake. أنا كنت باكل كيكة. When the light went out. خد بالك احنا بنحل على التلات أزمنة. مضارع تام، ماضي بسيط، ماضي مستمر. خدنا تلات أزمنة وبنحل عليهم كويس. أنا كنت باكل الكيكة لما النور قطع. I had to finish it in the dark. اضطريت أكمل عاملها فين؟ أكمل عاملها في الضلمة. ماشي يا مستر. Was made the best. مش هتنفع. Had made. مش هتنفع يا مستر. عملتها إزاي؟ وخلصتها وبعد كده النور قطع. ده أنا بعملها في الضلمة. Made best. مش هتنفع. كده عمل وخلص، يبقى ما عنديش غيرها ووز ميكينج. انا مش عايز الجمله ما تبقاش فاهمها، اتوسل اليك، مش عايز جمله تطلع من الحصه مش فاهمها. ده مستوى عالي وانا عارف انا بقول ايه. يلا يا غالي. توم هاز فاوند هيز كي. توم لقى المفتاح بتاعه. لا، ده توم از لوكينج فور هيز كي. توم بيدور على المفتاح بتاعه. He can't find it. هو مش لاقيه. This means. عايزك بص بقى يا باشا، مش بيسألك في الحفظ، بيسألك في الفهم، الربط، الاستنتاج، التحليل، الفهم، الكريتيكال ثينكينج، التفكير الناقد. يلا يا باشا وريني اهو. توم بيبحث عن المفتاح. يبقى he can't find it. مش لاقيه. معنى الجملة دي يا مستر ان توم هاز لوست هيز كي. توم ضاع منه المفتاح. توم هاز لوست هيز كي. ادي ضرب الاثنين. لسه ال 75 لسه في ايدك. يلا يا غالي، وابعت لي جبت كام. ابعت لي جبت كام. نمبر 3. I saw you in the park yesterday. أنا شفتك امبارح في الحقيقة، في الحديقة. You were sitting on the grass. أنت كنت قاعد على الحشائش. And ده يا مستر دي و. و حرف عطف بتعطف اللي قبليها زي اللي بعديها. في استخدام and في العطف أهو. لا نعطف verb to be. لما نيجي نستخدم and في العطف لا نعطف verb to be. مستر يعني انا مش هعطف وير، دي هتبقى sitting and reading. اهو reading عليها درجة. صحح معايا من فضلك، صحح معايا. الحلم بتاعنا الدرجة النهائية. يلا يا غالي. نمبر 4. They didn't answer the phone. هما ما ردوش على التليفون. Since. بص يا حبيبي. Since دي بتساوي because. دي مش since بتاعت المضارع التام. اقرأ على مهلك. هما ما ردوش على التليفون لأنهم كانوا نايمين. مستر المفروض هنا where sleeping. المفروض where sleeping. طبعا في حلوف قاعد معانا عملها ووز سليبنج. ده حلوف زي ما بتاخدش ووز.
تمام. مستر بره ماضي يبقى ما ينفعش مضارع تام. لا ياتي بعد فيرب تو بي مصدر ابدا. ده انت محفظها لنا صم. لا ياتي بعد فيرب تو بي مصدر ابدا. يعني اي حد اختار وير سليب ده مش دريان ده خريان. ده هربانه منه. امال هتبقى يا مستر؟ هتبقى وير اسليب صفه. وير اسليب نايمين لانهم كانوا نايمين. ما تخافش من كبر الجمله. ده كل ما كبرت الجمله كل ما كان تفكيرك وسع. I was studying my lessons. انا كنت بدرس الدروس بتاعتي. While my little brother was watching TV. واخويا كان بيتفرج على التلفزيون. بيقول لك this means. دي معناها ايه يا مستر؟ اهو معناها ايه؟ ان my brother اخويا was watching TV at the same time في نفس الوقت. في نفس الوقت اهو. at the same time يعني في نفس الوقت. at the same time يعني في نفس الوقت. يا غالي عشان خاطر ربنا. حدثين مستمرين في الماضي ولم يقطع احدهما الاخر. اهي. حدثين مستمرين في الماضي. الاثنين مستمرين في الماضي. ولم يقطع احدهما الاخر. ولم يقطع احدهما الاخر. مستر. immediately after يعني بعد starting to study بعد ما بديت اذاكر my lessons my brother decided to watch. طبعا مش هو ده الحل. after my brother had started بعد ما بدا اتفرج على التلفزيون طبعا غلط. first في البدايه I started studying then my brother began طبعا غلط. كل ده حدث وبعد كده حدث. لا احنا عايزين حدثين في وقت واحد اهو. at the same time at the same time. نمبر 6 حبيبي انت مش هتقلب. انت خلصت هنا هتبدا هنا اهو. نمبر 6 يلا يا غالي. they lived in Alexandria. هم عاشوا في اسكندريه. since they I have lived I have lived in Alexandria since 2010. يا غالي عشان خاطر ربنا هو ما سالش بقى في جمله سينس ده عايز معناها. معناها هم عايشين في اسكندريه من 2010. معناها ايه الجمله دي اهو؟ This means علي المستوى على الاخر. اه مستر haven't lived in Alexandria مش عايشين في اسكندريه؟ لا طبعا. lived in Alexandria 2010 بس؟ لا طبعا. started living in Alexandria اه بداوا العيشه في اسكندريه 2010 ومكملين. no longer live لم يعد يعيش في اسكندريه؟ طبعا لا. ركز في كل جملة. عايزك تطلع بال 75 جملة دول ب 75 فكرة. متنقيين بعناية ومحطوطين على الفرازة. مش عايزين غير الأكيل بس ياكل ويهضم. يلا يا غالي. رقم 7 I can't log on to the website. مش هقدر أدخل على الويب سايت. أدي الأثر أهو. I not my password. ضاع مني كلمة السر. مستر الأثر مضارع يبقى ما ينفعش ماضي تام. الأثر مضارع ما ينفعش ماضي بسيط. ما ينفعش ماضي مستمر يا مستر. يبقى have forgotten. عليها درجة. عليها درجة. قيم نفسك من فضلك. قيم نفسك. هنعمل حملة تقييمية هنقيس فيها قدرات كل واحد فيكم. بس أنت اتعب معايا شوية. رقم 8 You are very late يعني انت متأخر. Where have you كنت فين؟ رحت فين؟ رحت وجيت يبقى where have you been. حلناها كذا مرة. قيم نفسك. 8 9 I haven't finished writing the report yet. معناها يا مستر؟ بيقول لك I haven't finished. أنا ما خلصتش كتابة التقرير للآن. معنى الجملة دي إيه؟ عايز معناها علي المستوى. ارفع من مستواك. معناها يا مستر؟ معناها I am still writing the report. أنا لسه بكتب التقرير. أنا لسه بكتب التقرير. هنا I finished؟ لا طبعًا. I didn't start؟ أنا ما بدأتش؟ لا طبعًا. I am going to start؟ أنا لسه هبدأ؟ لا طبعًا. درجة ومضمونة.
درجة ومضمونة. متابع معايا يا مستر؟ صعبين شوية معلش، ما انا ما ينفعش اديلك كله سهل، لازم اعلى بالمستوى معاه يا مستر. سهلين خالص يا عم، ربنا يكرمك زي الفل. يلا 10. I haven't seen Alan for ages. انا ما شفتش Alan ده من فترة كبيرة. When I last saw him. ادي وين اهي. يلا يا ريس. I haven't seen Alan. انا ما شفتش Alan ده for ages. ادي لي فترة كبيرة. خلصت الجملة. فتحنا جملة جديدة بتبدأ بوين. فتحنا جملة جديدة بتبدأ بوين. When I last saw him. آخر مرة شفته فيها. He not to find a job. أنا متأكد ومتأكد ومتأكد إن في ناس اختارت has tried غلط. مستر ليه؟ عشان اكتب معايا وائل. وائل ميلاد أهو بتاع المانيا زي ما أنت بتقول أهو. وائل ميلاد بتاع المانيا قال الزمن، الزمن الوحيد الذي لا يأتي قبل وين، يعني وين يجي قبلها كل الأزمنة. الزمن الوحيد اللي ما بيجيش قبلها مضارع تام، مضارع تام ومضارع تام مستمر ما يجيش قبليها يا غالي. فين يا مستر قبليها يا حبيبي؟ الجملة ايه بدأ من هنا. When I last saw him. اخر مرة شفته فيها. ادي كومة اهي. يبقى اللي هنا ده قبل وين. يبقى مش هتنفع يا مستر دي. تمام. امال هتبقى يا مستر؟ هتبقى was trying. هو كان بيحاول. اخر مرة شفته فيها he was trying to find a job. كان بيحاول يلاقي وظيفة. علم عليها وادي نفسك الدرجة. غلط راجعها تاني، راجعها تاني، مش هينفع تعديها كده وخلاص. مستر ليه ما خدتش هات ترايد؟ لان اي لاست سو هيم هي هات ترايد تو فايند ا جوب. اعرف منين ان هو لقى وظيفه؟ ليه ما خدتش ترايد؟ ما كده حاول وخلص. انا اعرف منين؟ لكن ده هو كان بيدور على وظيفه، كان بيدور على وظيفه. 11. I have written an email to the manager. أنا كتبت بريد إلكتروني للمدير. But I لكن أنا ما بعتوش يا مستر. هتبقى إيه؟ أهو haven't sent it yet. ما ينفعش already في نهاية المنفية. ما ينفعش أقول له I have sent it already وفي but. ما but دي عايزة تناقض. but دي بتاعت التناقض. تمام؟ didn't send it yet مش هتنفع طبعا عشان انا عايز مضارع تام مع يت. مضارع تام مع يت. اتعلم بحل ازاي. رقم 12. You looked very busy. كان باين عليك مشغول. When I saw you last night. كان باين عليك مشغول لما انا شفتك امبارح. What not. كنت بتعمل ايه؟ يبقى what were you doing. صيغه استفهاميه. What were you doing؟ ما تنفعش you did صيغة جملة، ولا you were doing صيغة جملة، ودي ما تنفعش ليه يا مستر؟ أنا هعرف منين؟ ما هو خلص. لكن ده أنا كان شايفه مشغول. كنت شايفه مشغول. اتعلم بحل إزاي. 13. Dad always read. طبعًا ناس كتيرة جدًا غلطت في الكلمة دي. الكلمة دي ماضي يا مستر؟ اه ماضي. ريد ده ماضي. يا مستر طب ازاي؟ الكلمة ماضي. لو كانت مضارع كان يبقى فيها اس عشان ده مفرد. يعني هي ماضي اه. يبقى داد اولويز ريد ستوريز بيفور ستيفن. عايز يعرف دي يا مستر؟ دي باست هابت عادة في الماضي. استخدام ظروف التكرار مع الماضي البسيط بتعبر عن عادة في الماضي. ظروف التكرار always و usually و often و sometimes. استخدام ظروف التكرار مع الماضي البسيط بتعبر عن عادة في الماضي. اهو عادة في الماضي. 14. Have you finished your work? Your homework? Not. Wonderful. كده تعبير عن الدهشة يا مستر. كده تعبير عن الدهشة. يبقى هتختار ايه؟ يمكن already.
ان تاتي في نهايه السؤال للتعبير عن الدهشه والسرعه. هنختار اوريدي. يمكن لاوريدي ان تاتي في نهايه السؤال للتعبير عن الدهشه والسرعه. 15 وين مها ارايفد. اول ما مها وصلت. وي وير هافينج دينر. احنا كنا قاعدين بناكل. معناها ايه الجمله دي يا مستر؟ تعال نشوف معناها. وي هاد هاد دينر. اتغدينا قبل ما توصل؟ لا طبعا. او اتعشينا قبل ما توصل؟ لا طبعا. شي ارايفد هي وصلت. ذن وي هاد دينر بعد كده احنا اتعشينا؟ لا طبعا. اقرا على مهلك. شي هاد اوريدي ارايفد هي وصلت. بيفور وي هاد دينر قبل ما احنا نتعشى؟ لا طبعا. وي هاد اوريدي ستارتد بيفور شي ارايفد. احنا بدانا قبل ما هي تيجي. هي دي الاجابه. اضمن درجه اضمن درجه اضمن درجه اضمن درجه. اقرا على مهلك السؤال. اعلى بالمستوى على الاخر. يلا يا جان. 16 وي نوت تو لاست ويكس بارتي بات وي ديسايدد نوت تو جو. هو احنا اللي عزمنا ولا احنا اتعزمنا؟ الله ينور عليك. اتعزمنا يا مستر. يبقى هتبقى باسف. هاف انفايتد معلوم. هاد انفايتد معلوم. تمام. الفعل انفايت ما يجيش في الازمنه المستمره. يبقى خلاص يا مستر وير انفايتد. احنا اتعزمنا. لاست ويك دي تبع الماضي بسيط حفله الاسبوع اللي فات. بات وي ديسايدد ماضي اهو. عشان كده خدنا ماضي بسيط مجهول. ماضي بسيط مجهول. علي المستوى ولسه هعلي لك كمان وكمان. هخليك الجمله تلمحها بس كده تحل. انا بقول لك هوصلك زي ما كنت بوصل العيال بتوع النظام القديم يدخل عارف الجمله. تعالى يا غاد. 17 I didn't buy anything مستر ماضي اهو. انا ما اشتريتش حاجه ماضي. بيكوز طالما يا مستر طالما بيكوز يبقى انا عايز هنا ده اثر. لو كان مضارع كنت خدت مضارع تاني. يبقى طارت اهو. هازنت صامو هازنت يا مستر. وادي هابت مضارع تاني. ما فيش غيرها يا مستر. ايه؟ اي هاد نو ماني. ماضي. ادي ده ماضي وده ماضي اهو. اسمه تتابع زمني. تتابع زمني. وادي نفسك الدرجه. ادي نفسك الدرجه. أنا عندي وعدي اللي هيجيب 75 من 75 لهدية حلوة. بس هما جامدين عايزين حد بيفكر. ده اللي يجيبها يعني من مرشح من أوائل الجمهورية. يلا يا غالي. 18 النقط هنا بس. النقط هنا. مش النقط في الآخر. نقط موبايلز. are usually cheaper than new ones. الموبايلات الايه؟ ارخص من الموبايلات الجديده. يبقى used يعني مستعمله. جت ثانويه عامه 2022. used موبايلز. الموبايلات المستعمله المستخدمه. مالها يا مستر؟ اهو. usually cheaper than ارخص من new ones. ارخص من الموبايلات الجديده. 19 كله مركز معايا. يلا وحوش. 19 last night الليله الماضيه I dropped a plate. وقعت الطبق. when I was doing the washing up. وانا بغسل المواعين وقع مني الطبق. fortunately يعني لحسن الحظ. لحسن الحظ. اه مستر. ات ما احنا قلنا الفعل بريك بيجي معلوم. يبقى it didn't break. ما اتكسرش. الفعل break بيجي معلوم. اقول my arm broke. يعني هو انا اللي كسرت دراعي؟ ايوه my arm broke. I broke my arm. الاثنين اهو. ركز كويس. 20 when I was young. لما كنت صغير. I not to be a pilot. كان نفسي اطلع طيار. later I changed my mind. بعد كده غيرت رأيي. دي اللي جت اكتر من 10 مرات ثانوية عامة.
هتبقى اي وونتد. مستر عايز اعرف ليه الباقي يا مستر. طب ما تركز معايا. اول حاجه الفعل وونت اهو. الفعل وونت لا ياتي في الازمنه المستمره. يبقى دي تارت. يا واد وين اهي؟ وادي الكومه اهي. يعني ده قبليها. ما انا قلت لك وائل الميلاد بتاع المانيا قال لك ما يجيش قبل وين؟ مضارع تام ما يجيش اهو. ماشي. طب هاد وونتد ازاي عوزت قبل ما ابقى صغير؟ ما الماضي التام بيحصل قبل الماضي البسيط. طب اتعلم وائل بيحل ازاي؟ عشان خاطر ربنا اتعلم وائل بيحل ازاي؟ يلا يا ريس. 21 ذا امبلويز الموظفين ويرنت الاود لن يسمح لهم تو يوز ذير موبايل. يا مستر ويرنت الاود لن يسمح لهم ان هم يستخدموا الموبايلات. نوت وركينج اورز حبيبي ده مش فيرب ان جي دي صفه. دي صفه وبعديها اسم يبقى كله يعامل على انه ناون. مين يا مستر اللي بيجي بعدين ناون؟ ديورينج. ديورينج وركينج اورز اثناء ساعات العمل. ارجع للشرح هتلاقيني قايل نفس المثال. وركينج اورز يعني ساعات العمل. تعامل ناون يا مستر؟ اه تعامل ناون. يعني هناخد ايه؟ ناخد ديورينج. ديورينج وركينج اورز اثناء ساعات العمل. يلا يا غالين. 22 توم نوت اوت. توم خرج. هي ويل بي باك ان اباوت ان اور. هيرجع في خلال ساعة. يبقى يا مستر لسه خارج. يبقى هاز جاست جان. ادي القطر اهو. هيرجع بعد ساعة. لو قلت هاز بين يعني راح ورجع. لو قلت هاز نيفر يعني ما خرجش. لو قلت ووز ما تنفعش ماضي بسيط. اقلب معايا الصفحة. صفحة 263. 263 ركز كويس معايا. What is that mark on the side of the car؟ ايه ده؟ ايه العلامة اللي في جنب العربية دي؟ Not an accident. انت عملت حادثة ولا ايه؟ يا مستر في علامة؟ اه. يبقى ده قطر؟ اه. مضارع؟ اه. يبقى انا عايز مضارع تام. Have you had an accident؟ انت عملت حادثة ولا ايه؟ قطر يا فندم اهو. قطر. علم لنفسك. ما تخافش من الجملة لما هي كبيرة. ما تخافش منها. Which of the following sentences is structurally correct؟ عايزك تعرف صيغة السؤال ده عشان هتيجي كتير. سيادتك في تركيبة صح. عايزين نعرف انهي تركيبة في اللي قدامك التركيبة اللي صح. يلا يا غالي. I haven't seen rain for the last time. غلط يا مستر. The last time تاخد سينس. I haven't seen Rami since the last time we were in the village. تقريبا هي دي الإجابة. نشوف. I haven't seen Rami since the last time we have been. بعد since ماضي بسيط. I didn't see قبل since مضارع تام. كده يا مستر خلاص هي دي الإجابة اهي. وضمنت الدرجة بتاعتها يا مستر وما تخافش منها. أتوسل إليك. بيقول لك إنهي جملة البناء التركيبي بتاعها سليم أهو. structurally correct يعني البناء التركيبي البناء بتاعها سليم. 25 واحدة واحدة من فضلك. علي كوت فيش. علي اصطاد سمك. when he was in Alexandria. اصطاد سمك لما كان في اسكندرية. يلا نشوف. ورينا يا مستر. عايز معنى الجملة. He didn't catch fish. ما اصطادش سمك. Since he was in Alexandria. ازاي since يا مستر؟ جه قبليها ماضي بسيط يبقى مش هتنفع. He didn't catch fish when he was in Alexandria. ده عكسها يا مستر. يقول لك ما اصطادش سمك وهو في اسكندريه. كده عكسها بوظها. طب he hasn't caught fish. لم يصطاد سمك. Since he was in Alexandria. اه هي دي الاجابه يا مستر. هي دي الإجابة وضامن الدرجة.
He has been catching fish since he returned من ساعة ما رجع. لا طبعا ده هو في اسكندرية. طارت برضه. عايزك تحل زي ما المدرس بتاعك بيحل. ما تخافش من الجملة. صاحبها. صاحبها. عشان تضمن الدرجة بتاعتها. يلا يا جان. 26. Where is my phone? حضرتك فين التليفون بتاعي؟ This is the third time. دي تالت مرة. اي ما قلنا. The third time مضارع تام. I have lost it. ودي فترة زمنية لم تنتهي. لم تنتهي. فترة زمنية لم تنتهي. This week. This year. السنة دي. يلا يا ريس. 27. It's 20 years. Since my father saw his sister. يعني يا مستر قدمنا 20 سنة من ساعة ما بابايا شاف أخته. عايزين معنى الجملة دي. This means. عايزين معنى الجملة دي. يعني he hasn't seen her for 20 years. ما شافهاش من 20 سنة. هي دي. Didn't see her. لا يا مستر ما تنفعش. مع فور مضارع تام. Has seen her for 20 years. بيشوفها من 20 سنة. لا طبعا ده عكس الجملة. Sees her for 20 years. لا طبعا ده عكس الجملة. يبقى هي دي يا مستر الإجابة. Hasn't seen her for 20 years. يعني يا مستر يعني ما شافهاش من 20 سنة. ركز في كل كلمة. 28. My sister has been interested in medicine. اختي ودي مضارع تام اهو. مهتمية بالطب. من امتى يا مستر؟ وين لا ياتي قبل وين مضارع تام. طارت. فور هير تشايلد دوت كانت تبقى سينس يبقى طارت. سينس شي از ا تشايلد كانت تبقى ووز يا مستر تبقى طارت بعد سينس ماضي بسيط يبقى مفيش غيرها. ايفر سينس شي ووز ا تشايلد. وائل قال لك ان سينس سينس بتساوي ايفر سينس. اكتب عشان ما تنساش. سينس بتساوي ايفر سينس. يعني يا مستر يعني من ساعة ما كانت طفلة كأنها سينس شي ووز ا تشايلد. طب يلا يا غالي. 29. وي ونتد تو جو اوت. احنا عايزين نخرج. لاست نايت كنا عايزين نخرج امبارح. بات وي نوت اني ماني. امبارح يا مستر اهو. لاست نايت يبقى انت عايز ماضي. مضارع تام مش هينفع. الفعل هاب بمعنى يمتلك ما يجيش في الازمنه المستمره. ما ينفعش ماضي تام لان عايز حدث تاني ماضي بسيط يبقى ما عنديش غير didn't have. ما كانش معانا فلوس. didn't have any money. رقم 30. I not a check. انا كنت بكتب الشيك. When I remembered وانا بكتب الشيك افتكرت that I had nothing in the bank. ما عنديش خالص فلوس في البنك. حدث مستمر وحدث قطعه. يا مستر was just writing. انا متاكد مليون في الميه متاكد مليون في الميه ان حوالي نصكم مختار have just written. ميات ما تنكاش. يلا اطلع من الشاشه عورك. ايه يا مستر اهو انت مختار دي صح. يهبل. والميلاد بتاع المنيا قال لك وين اهي وين لا ياتي قبلها لا مضارع تام ولا مضارع تام مستمر. انت حر بقى. قلتها لك 20 مره وانت حر. 31. Why did you lend him that book? ماضي يا مستر. اه ماضي. ليه سلفته الكتاب ده انا كنت بقراه لسه بقراه اهو. هاد ستيل ريد يعني خلصت قرايه. هاف ستيل ريد ما تركبش مع الماضي. ستيل ريد ما تنفعش يبقى قريت وخلصت يبقى ووز ستيل ريدنج. انا لسه بقراه. ووز ستيل ريدنج عليها كام درجه؟ علم لنفسك يا غالي. علم لنفسك ما تقعدش خريان مش دريان. علمنا اللي بعديها كمان. 32. He not in London for 2 years. قعد في لندن سنتين. And then went to Liverpool. يا مستر ينفع فور. ينفع فور. تأتي مع الماضي البسيط. اكتب. ينفع فور تيجي مع الماضي البسيط. إذا
كان الحدث انتهى. لو الحدث انتهى اه مستر هنا خلاص عاش سنتين في لندن بعد كده راح ليفربول يعني الحدث انتهى لفت. مو صلاح محمد صلاح نقط 65 ماتشز لعب 65 مباراة فور ذا ناشونال تيم سو فار كلمة دالة على المضارع التام يبقى هاز بلايد ودي عدد مرات حدوث الفعل عدد مرات حدوث الفعل وعندي سو فار يبقى كده يا مستر كده مضارع تام 34 the children الاطفال not their father when he returned home as they were sleeping العيال ما شافوش باباهم لما رجع البيت اه مستر ادي وين اهي ماضي بسيط تمام عايز ماضي بسيط اهو didn't see مستر ليه ما خدتش weren't seeing الفعل سي الفعل سي بمعنى يرى الفعل سي بمعنى يرى لا يأتي في الأزمنة المستمرة لا يأتي في الأزمنة المستمرة جبت كام يا خالي 34 35 how fast were you driving when the accident اهو how fast were you driving when the accident happened اكتب عشان ما تنساش الفعل هابن لا يبنى المجهول الحادثة حصلت تيجي معلوم الحادثة حصلت الحادثة تمت تيجي معلوم 36 the road is closed الطريق مقفول they're not an accident مستر الأثر مضارع الأثر مضارع يبقى أنت عايز إيه مضارع تام there has been an accident في حادثة there has been an accident 37 are you hungry انت جعان قال له no لا I not lunch ده انا لسه حالا متغدي فعل حصل في الماضي وليه اثر يبقى يا مستر have just had فعل حصل في الماضي ولو اثر فعل حصل في الماضي وليه أثر 38 يلا يا غاليين not your course started started ده يا مستر تصريف ثالث تصريف ثالث يعني لو اخترت did مش هتنفع did فعل مصدر was تصريف ثالث يبقى كده باسف مش هتنفع is تبقى باسف يبقى مفيش غيرها يا مستر has جملة معلومة هل الدورة بتاعتك بدأت الآن؟ قال له نوت يت لحد دلوقتي لا. It starts next week ده هتبدأ الأسبوع اللي جاي. It's good to see you again مبسوط إن شفتك تاني. We haven't seen each other إحنا ما شفناش بعض. آه مستر. For a long time ليه يا مستر الباقيين ما ينفعوش؟ After ما يجيش قبليها مضارع تام after you have traveled والماضي التام ما يركبش مع المضارع التام since كانت تنفع لو دي where where since a long time كانت تنفع لو دي for for a long time ركز وائل بيحل ازاي من فضلك عايزك تحل زي ما انا بحل عشان نضمن الدرجة 40 it is the first time دي اول مرة He has driven a car. أول مرة يسوق فيها عربية. This means that. دي معناها يا مستر. معناها إن هو ما سقش قبل كده. He hasn't driven a car before. ما سقش عربية قبل كده. أهي. اضمن الدرجة. اضمن الدرجة. اضمن الدرجة. ماشي يا مستر. يلا يا غالي. 41. When I arrived. لما وصلت. The lecture had already started. المحاضرة كانت بدأت. And the professor الأستاذ الجامعي not on the blackboard. أنا وصلت كان بيكتب. I was writing. كان بيكتب. كان يكتب. أنا وصلت كان بيكتب. دخلت لقيته بيكتب على السبورة.
42. واحدة واحدة وركز معاه من فضلك. How long have you been driving؟ ادي لك قد ايه بتسوق. مفيش حاجة اسمها since 10 years. هنا مضارع تام ما ينفعش ب ان. فور لاست يير كانت تبقى سينس لاست يير، يبقى ما عنديش غيرها يا مستر، سينس اي ووز 17. جمل علي المستوى بتاعك. جمل ارفع من مستواك. علي من مستوى الفكر بتاعك هي الجمل دي. 43. I like your house، انا بحب البيت بتاعك so much. Not have you lived here، ادي لك قد ايه عايش هنا. مضارع تام يا مستر يبقى how long. قلنا هاو لونج بتساوي سينس وين. هاو لونج بتساوي سينس وين. امال هاو لونج اجو. انت ممتاز. هاو لونج اجو ماضي بسيط. هاو لونج اجو ماضي بسيط. 44. مستر زكي از ان جيرماني. هو حاليا في المانيا. از ان جيرماني. He not there on a business trip. هو موجود هناك في رحلة عمل. يبقى has been. Has been there يعني موجود هناك. Has been there هي هي has been in وات والمكان. متواجد أو موجود في المكان دلوقتي. 45. رامي is in hospital. رامي في المستشفى. Really؟ أنت بتتكلم بجد؟ How long؟ قلنا بعديها بعديها مضارع تام. How long has he been there؟ ادي له قد ايه هناك. How long has he been there؟ 46. The weather is dry. الطقس جاف. It hasn't rained. ما مطرتش. Not a few weeks. A few weeks يا مستر دي ايه؟ طول مدة. يبقى تاخد فور. For a few weeks. ليفربول not 3 goals 3 اهداف. احرز 3 اهداف. And there is still half an hour left. لسه باقي نص ساعة في المباراة. ومديني عدد مرات حدوث الفعل والحدث لم ينتهي. يبقى مضارع تام. فين يا مستر المضارع التام؟ have scored. يا مستر مش المفروض ليفربول يتعامل معاه على انه مفرد؟ لا يا حبيبي، اللعيبه اللي جوه ليفربول هي اللي احرزت وعمل جامع اهو. هاف سكورد. وهو مش مخيرك ما بين هاف وهاز. يلا يا غالي. 48. ساره از مارد. والفعل ده دايما بيجي باسف. ساره از مارد. شي هاز بين مارد فور 6 ييرز. دي جمله ودي جمله. عايزين جملة تاني بس ماضي بسيط بقى. She got married. هي اتجوزت. اه يا مستر انا متأكد مليون في المية ان في ناس عاملاها سينس 2016. غلط. كانت دي تبقى مضارع تاني. لكن عشان ماضي بسيط يبقى 6 years ago. ماضي بسيط 6 years ago. ما تنفعش سينس. ده ماضي بسيط يا غالي اهو. ده ماضي بسيط. Got married كأنها was married. يمكن للفعل جيت ان يحل محل فيرب تو بي في الباسف اهو. 49. هالة نوت ا بيبي. هالة وضعت طفل. اتس ا بوي. ده ولد. ذاتس جريت نيوز. ايه ده؟ دي اخبار رائعه. يبقى هاز هاد. مضارع تام. علم لنفسك يا غالي. علم لنفسك. موزارت. مستر ده ايه ده؟ ده موسيقار. مات. اه مات. طب انا اعرف منين يا مستر؟ هو انا لازم احفظ كل الناس؟ ملهاش لازمه اهو. موزارت ووز مات خلاص اهو. ووز ا كومبوزر. كان راجل ملحن. هي نوت مور ذان 600 بيسز اوف ميوزك. الف اكتر من 600 قطعه موسيقيه. اه مستر. روت ماضي بسيط. روت ماضي بسيط. الفعل انتهى. يمكن فور. اكتب عشان ما تنساش. يمكن فور ان تاتي مع الماضي البسيط اذا كان الحدث انتهى. يمكن فور ان تاتي مع الماضي البسيط اذا كان الحدث انتهى. يلا يا ريس. 51. لوك
somebody شخص ما not coffee on the sofa في حد كب القهوة على الكنبة. الويل I haven't done it لا مش أنا. يبقى يا مستر has spelled it أهو has spelled يعني سكبة كب. 52 would you like something to drink تحب أجيب لك حاجة تشربها. رد قال له no thanks لا شكرا. I not لسه حالا شارب a cup of coffee لسه حالا شارب فنجان قهوة. يبقى have just had. علم لنفسك ودي الدرجة. 52 She was a doctor for 20 years. كانت تعمل كطبيبة لمدة 20 سنة. فور مع الماضي البسيط بتقول ان الحدث انتهى اهو. فور تأتي مع الماضي البسيط بتيجي مع الماضي البسيط. اذا كان الحدث انتهى يعني هي خلاص ما بقتش دكتورة. لا تعمل كطبيبة. يبقى يا مستر she isn't a doctor now هي دلوقتي مش دكتورة. عايز معناها الحدث انتهى. الحدث انتهى. 54 I started working as a waiter. أنا بديت شغل كجرسون. And quit a month later. واستقلت بعديها بشهر. يعني هو كل اللي اشتغلته شهر. Which means ده معناها إيه؟ معناها I worked as a waiter for a month. ينفع for تيجي مع الماضي البسيط إذا كان الحدث انتهى. ينفع for تيجي مع الماضي البسيط إذا كان الحدث انتهى. 55 احنا قلبنا الصفحة. عايز صفحة كام يا مستر؟ 264 جاهز معايا؟ علي المستوى ولسه هعلي لك تاني. I woke up very early أنا صحيت بدري. Then I got dressed بعديها لبست. Had breakfast في تتابع زمن يا مستر. صحيت ماضي بسيط. Dressed ماضي بسيط got dressed. Breakfast had breakfast ماضي بسيط أهو. يبقى ناقص يا مستر ناقص لفت. تتابع زمني ماضي بسيط. تتابع زمني. تتابع زمني ماضي بسيط. 56 I not coffee أنا ما كنتش متعود أشرب قهوة. But recently لكن حديثا I have got into the habit دخلت في العادة of drinking several cups a day. ما كنتش متعود لكن دلوقتي بشرب. أنا مستر هتبقى didn't used to drink ما كنتش متعود أعمل لكن دلوقتي بعمل. ادي نفسك درجة قيم نفسك. 57 سارة فيل اوفر سارة وقعت اند هارت هير انكل والانكل بتاعها اللي هو كعب رجلها اتصاب. وين شي نوت ذيس مورنينج وهي بتجري النهارده الصبح. اه مستر وير رانينج لا سارة يبقى ووز رانينج مفيش وير اصلا. ليه يا مستر حدث مستمر وحدث قطعه. 58 The manager المدير my manager hasn't been at work for a week المدير بتاعي ما راحش الشغل لمدة أسبوع. معنى الجملة دي إيه؟ This means معناها إيه؟ He has left the company ساب الشركة. He has been away for a week كان بره في مكان بعيد بره الشركة يعني لمدة أسبوع تقريبا هي دي الإجابة. طب he didn't come to work last week ما جاش الأسبوع اللي فات ما قالش إن هو الأسبوع اللي فات. ما قالش إن هو الأسبوع اللي فات تنفع لو كانت he didn't come to work for a week مثلا لمدة أسبوع. It's a week قعدنا أسبوع since he started work من ساعة ما بدأ شغل لا ده قعد من الشغل. يبقى هي دي الإجابة يا مستر. ركز كويس أنا بختار إزاي. مش عايزك تضحك على نفسك عايزك تركز ودماغك شغالة.
يلا يا غالي 59. I haven't cut the grass. أنا ما قطعتش الحشاش. 4 weeks لمدة أسابيع. Which means ده معناه إيه يا مستر؟ معناه it's weeks أدلنا أسابيع. Since I cut the grass. أدلنا أسابيع. It's weeks. It's طول المدة. Since ماضي بسيط. بتساوي مضارع تام منفي 4 طول المدة. مضارع تام منفي 4 طول المدة. It's طول المدة. Since ماضي بسيط. رقم 60. How long? Not before you qualify. قبل ما تتأهل. مستر. ما دام في ماضي يبقى مش هينفع مضارع تام. طب يا مستر هاد كانت تبقى هاد يو ستادد يبقى برضه مش هتنفع. مستر هاو لونج ديد يو ستادي ماضي بسيط اهي ودي صيغه دي مش سؤال دي صيغه جمله عاديه يو ستادد يبقى ديد يو ستادي. 61 تابع معايا سنه سنه. وايل اي ووز ويتنج فور ذا باس وانا مستني الاتوبيس اي نوتس ذا لاحظت a group of tourists مجموعة من السياح who not to a guide كانوا بيسمعوا للمرشد يبقى we are listening حدث مستمر 62 have you had breakfast yet فطرت الإجابة بتاعت السؤال ده كلمة yes أمال دي يا مستر دي جملة جديدة I not ate at 8 فطرت الساعة 8 I had ماضي بسيط ده ميعاد محدد ميعاد محدد يبقى ماضي بسيط 63 The show began at half past 2 العرض بدأ الساعة 2:30 and not 4 hours واستمر ساعتين everyone enjoyed الناس كلها استمتعوا يبقى هو استمر وخلص يبقى lasted ماضي بسيط الناس استمتعت اهو ماضي الناس استمتعت وخلصت يبقى ماضي 64 ما تعديش جملة اتوسل اليك ما تعديش جملة It not very cold this year. فترة لم تنتهي. يبقى مضارع تام. مستر. It has been very cold this year. I wonder. أنا بتساءل. When it's going to get warmer. إمتى هيدفى الجو. 65. My grandpa جدي. Not in October war. خدم في حرب أكتوبر. He was a great man. جدي كان راجل كويس. يبقى خدم وخلص. يبقى served. ماضي بسيط. يا مستر ما ممكن جدي عايش. قال لك was. كان راجل عظيم. 66. Have you ever tried to give up smoking? مفيش مرة حاولت تقلع عن التدخين. قال له yes. I not last year. مستر ما خلصت ايه. Last year يعني عايزة ماضي بسيط. I tried. جربت. I tried. السنة اللي فاتت. 67. We haven't had a party. احنا ما عملناش حفلة. In our villa. ما عملناش حفلة في الفيلا بتاعتنا. For last year غلط. Since a long time غلط. Since last year تنفع. For a long time تنفع يعني الإجابتين ينفعوا. علم لنفسك. 68 I lived in Aswan ماضي بسيط يعني الحدث انتهى. I lived in Aswan for 5 years ينفع 4 تيجي مع الماضي البسيط إذا كان الحدث انتهى يعني معنى كده يا مستر I no longer live in Aswan لم أعد أعيش في أسوان. هنا I may leave احتمال اعيش هنا I still live لسه عايش in أسوان تمام هنا I enjoy living يعني انا بستمتع بالعيشه كلهم غلط 69
Anne's hair. شعر آن was dirty متسخ. Now it's clean. شعرها كان متسخ. دلوقتي شعرها نظيف. تمام. This means معناه ايه؟ ان هي غسلته. فعل حصل في الماضي ولي اثر. الاثر ان هو نظيف. يبقى يا مستر اهو. She has washed her hair. غسلت شعرها. She has washed her hair. 70. Jack is hospitalized. يعني بيتعمل له الاسعافات في المستشفى. بيقوموا بتمريضه في المستشفى. بالكشف عليه في المستشفى. Because he not his arm. يا حبيبي. He has broken. ليه يا مستر؟ بره الاثر اهو. والفعل ده بيجي معلوم. الفعل ده بيجي معلوم. هو كسر دراعه. They have closed the factory. هم قفلوا المصنع. Really? انت بتتكلم بجد؟ When? امتى حصل ده؟ When did it happen? امتى ده حصل؟ ده ماضي بسيط. غلق المصنع خلاص اتقفل. يبقى ماضي بسيط. I caught a cold. أصبت ببرد. At school في المدرسة. A few days ago. من شوية أيام. And I not ill ever since. قبل ever since مضارع تام. يبقى and أو at school. A few days ago. And have been ill. عشان have been ill ever since. وعيام من ساعتها. 73. This large building. المبنى الكبير ده. Over there. المبنى اللي هناك ده. هو المبنى بيبني ولا بيتبني؟ بيتبني. يعني انا عايز باسف. يلا نشوف. كلهم باسف يا مستر. مديلك تاريخ في الماضي. في القرن الخمستاشر. يبقى كده ماضي بسيط مجهول. ماضي بسيط مجهول. يعني هتبقى يا مستر. Was built. ماضي بسيط مجهول. I am a little frightened. أنا خايف. مضارع أهو. Because I have lost my way. الأثر مضارع. بختار مضارع تام. 75. I knocked my English book on my way back home yesterday. كده يبقى ماضي بسيط. ضيعته يا مستر. Lost. فقدت كتاب الإنجليزي في طريق العودة للبيت امبارح. خلصت ده يونت 2. تمام. جبت كام يا غالي من 75؟ ان غلطت 10 واقل انت كويس. متاكد يا مستر؟ اه متاكد. ان غلطت في 10 جمل واقل انت كويس ومستواك كويس والدنيا ماشيه معاك كويس. اكتر من كده هترجع تسمع الحصتين بتوع الجرامر تاني قبل ما نحل الكتابين اللي بعديهم. ده ايه ده يا مستر؟ ده ماي نيو فريند وجيم واسباير. اللي بعديهم ايه؟ وان ومقتطفات من المعاصر. فمن فضلك عشان خاطر ربنا عشان خاطر ربنا لو انت مش مظبطهم كويس روح احضر القاعدتين تاني. روح احضر القاعدتين تاني لان هينزل لك حصه حل تاني. دوس على نفسك. ذاكر. انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان خاطر انت تبقى قاعد واخد كل حاجه. ما تخافش انا بوعدك. مفيش مدرس مفيش طالب مفيش كتاب خارجي هينزل جملة مش هتكون حللها. انا متأكد من اللي بقوله. بس انت تابعني شوية وكفاك صياح كتير ومش كتير. اللي انت حاسه كتير ما تحضروش. لكن سيبنا اشتغل بمزاجي كده. قول له الله يبارك لك. قول لي انت بتتعب معانا. الكلام ده بيخلينا ادوس اكتر من كده. زي ما انت محتاج تشجيع احنا برضو بناخد منك تشجيع. دوس على نفسك وحمل وانا متأكد ربنا هيكرمك. تمام؟ اشوف وشك بألف خير.